شكل فنان ان يكون قدوه لينا كلنا، وكنا نتمنى بس اللحظه اللي تقف قدام اي حد فيها تقول لنا كويس او برافو او هاي سميحه. والصديقه العزيزه الغاليه الممثله القديره سميرة عبد العزيز. طبعا يربطنا صداقه كبيره جدا، وبرحب كمان بعيدة فهمي شقيقة الغالي بالنسبة لي رحمه الله، وفرقتي تلامذتي اللي أنا بفتخر بيهم في كل مكان رافعين راسي لأنهم اتعلموا داخل استوديو الممثل. بيقابل الفن والإبداع بيتعلموا إزاي يحافظوا على شرف المهنة، وده اللي مأخرهم. هما نجوم عندي لان انا مقدر ده، بس يا ترى بقى الكاميرات والاعلام وكده بيروح لامس